معي رئيس اللجنة المنظمة الذي يعتقد بنهاية هذا الحفل فقد ارتاح من هم كبير كان لمدة شهرين. أعتقد بطولة كبيرة بحجم المدية لابد أن تكون متاعبها كثيرة وأيضا شعبيتها الجارفة هي ما تثقل الكاهل هنا في هذا اللقاء. معي الأستاذ عبد العزيز المدي. أهلا بك أستاذ العزيز. بسم الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين، وأهلا بك وأهلا بقناة زيدان خالد زيدان. الصراحة أنا يعني لساني عاجز جدا عن الشكر للجميع. أولا الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لراعي هذه البطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز الصراحة اللي تبنى هذه البطولة وحضن هذه البطولة وفعلا أشرف عليها حتى وهو خارج المملكة يسأل عن هذه البطولة. والحمد لله الحمد لله تمت هذه البطولة على خير، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وأشكر الجميع، أشكر الرعاة، أشكر الجرائد، أشكرهم فردا فردا، أشكر جريدة لاين سبورت سعودي سبورت وقناة لاين سبورت وجريدة النادي وجريدة المدينة الصراحة اللي وقفوا وقفة صادقة مع هذه الدورة. أشكر الشركات، أشكر شركة بنزومة، مجموعة بنزومة على رأسهم الشيخ راشد بنزومة. أشكر شركة بغزي صراحة اللي قدمت مشروبات وجوائز برضو للجمهور ولهذه الدورة ولأبنائهم. أشكر شركة لونا اللي ما قصرت من سنين وهي معانا، وأشكر الشركة الفاتنة صراحة اللي قدمت أروع الصراحة الهدايا وأروع الجوائز للبطولة شركة هاتريك. ولا أنسى خط ستة اللي قدمت برضو دعم لهذه البطولة.